كل واحد فينا عنده حلم وباش نوصلوا ليه ماشي سهل. بالحق هاد الحلم اللي انت هاز في دماغك ممكن يتحقق. شي وحدين فيكم غيقولوا باللي صعيب، وعندهم الحق. ماشي سهل تبدل حياتك، حيت في الطريق ديالك باش تحقق الحلم غادي تواجه بزاف ديال الرفض، وفي شي لحظات تتولي شاك في راسك، كتقول علاش ربي هادشي تيوقع ليا، انا كنحاول غير ناميليوري حياتي، نزيد القدام، نعاون الناس اللي دايرين بيا، ما تنحاول ندير حتى حاجه خايبه. للناس اللي فيكم جربوا هاد الحاله وهاد الاحساس الصعيب، ما تخلوش على الحلم ديالكم. العقبات اللي تنواجهوها في حياتنا ما جاتش باش تبقى، جات باش تمشي. خاصك تآمن باللي انت هو الانسان الوحيد اللي يقدر يغير حياتك. بزاف الناس كيلقاو خدمه، كيبنيو دار، كيشريو طوموبيل، تيكبروا ولادهم وتيموتوا، تيحبسوا من انهم يطوروا بذاتهم، لانهم يكونوا احسن. هاد الناس عزيزه عليهم يتشكاو، بالحق ما مستعدين يديروا والو باش يبدلوا هاد الوضع اللي هما فيه. وبزاف منهم ما تيخدموش على الحلم ديالهم، علاش؟ الخوف من الفشل، انني نبدا وما نكملش. تتشوفهم، تتسمعهم، تدرسهم، كتبغي تهضر بحالهم، تكون بحالهم، لدرجة انك ما بقيتيش عارف راسك شكون انت. تنتحداك دوز الوقت مع راسك باش تعرف راسك. ضروري تخرج الفاشلين من حياتك الا بغيتي تعيش الحلم ديالك. بالحق الناس اللي غادي يعيشوا الحلم ديالهم، الحلم في العقل ديالهم عنده معنى اخر. خصك تعلم تفرق راسك مع الناس الاخرين، لانك كتحاول تكون كوبي ديال شي واحد اخر، وما عمرك غتكون احسن كوبي في العالم. بالحق تقدر تكون احسن فيرسيون ديال راسك. كنتحداك. ماشي اي واحد غيشوف الحلم ديالك، ماشي اي واحد غيامن به، ماشي اي واحد غيشوفك وصلتي ليه. انت الوحيد اللي تقدر دير هادشي. داكشي علاش خصك تدور راسك بناس اللي فيهم العطش ديال الحياه، ناس اللي باغيين يكبروا، ناس اللي ما يقدرش شي حد يوقفهم، ناس اللي ما عندهمش ارتباط بالواقع، وتعطيو راسهم الفرصه انهم يحلموا. ناس اللي تيرفضوا يعيشوا الحياه كيف ما هي، وبغاو اكثر. الراي ديال شي واحد اخر فيك ما خصوش يولي واقع في حياتك، باش ما تدوش حياتك كامله وانت لاعب الدور ديال الضحيه. خصك تامن، واخا ما يكون حتى واحد مآمن بانك تقدر ديرها، انك تقدر ديرها. هادشي اللي كنآمن بيه والسعد الموت على ود نقطة الى السطر. ماشي السوق شحال صعيبة، ماشي السوق شحال ديال الوقت غادي تاخد ليا، ولكن غادي نوصل ليها. ولكن ما يمكنش تولي داكشي اللي بغيتي تولي الا ما عرفتيش تستثمر في المخ ديالك. قرا الكتوبه، احضر لي كونفيرونس، تلاقى الناس اللي غيعطوك افكار غادي تغير الفكره ديالك على الحياه. فاش كتبدا تولي داك الشخص اللي خلقك الله باش توليه، داك الانسان اللي انت تخلقتي باش تكونه، ديك الساعه تبدي تفرق بينك وبين الناس الفاشلين.
غيستهزئوا منك ما غيتيقوش فيك غيحاولوا يطيحوك بالحق خاصك تمشي تزيد وتغامر وتعطي وما تحبش حتى توصل لهدف ديالك لانك تقدر انك توصل داكشي اللي ما عمرك تخيلتي انك تقدر توصل ليه حيت انت في الداخل ديالك كاين قدرات خاصك تامن بها وتعطيها الفرصه انها تخرج ولا خرجات غادي تفاجئك غادي تجرب المره الاولى الثانيه الثالثه غطيح غتنوض غتكرفس غتعذب هادشي كامل غيوقع ليك بالحق ما خاصك تحبس خاصك تكمل زيد عطي الماكسيموم ديال اللي عندك غطس قطع النفس عطي الماكسيموم وما عمرك تحبس حتى تحقق الحلم تعيش الحلم ديالك